غدوة المستهلك الجزائري ما يلقاش حسب الهواء تاعو الفروماج اللي جاي من الخارج أو الزيتون اللي جاي من الخارج في بلد الزيتون، أنا مؤسف متأسف على هذا، لكن لازم نقبلوه، وهذا ما يتناقضش مع التزاماتنا مع الاقتصاد الدولي مع الاتحاد الأوروبي ولا شركاء الآخرين، لأن كل هذه الاتفاقيات تعطي لكل دولة حق أن في ظرف صعب استثنائي يطبق بعض الإجراءات الاحترازية. راسل الاتحاد الأوروبي مؤخرا الخارجية الجزائرية بخصوص منع 850 مادة من الاستيراد في إطار الإجراءات التقشفية التي أقرتها وزارة التجارة لمواجهة الأزمة المالية. مصادر الشروق نيوز أكدت بأن الخارجية الجزائرية رسلت بدورها مصالح الجمارك لإيفائها بتقرير تفصيلي حول المواد الممنوعة من الاستيراد من الاتحاد الأوروبي ونسبتها من الواردات والمبلغ المالي الذي تم اقتصاده بعد منع هذه المواد من الاستيراد، كما طالبت أيضا بإيفائها بالاتفاقيات المبرمة في هذا السياق. الخارجية الجزائرية حولت نسخة من مراسلة الاتحاد الأوروبي إلى الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أكد في عديد الخرجات الإعلامية أن منع هذه المواد من الاستيراد حتمية وأن قائمة المنع مفتوحة لحظر المزيد من الصادرات. الشطارة وين راهي؟ فيها 1000 مادة اللي ما تدخلش، وقلتها أمامكم الإعلام، كل ما يبلغونا باللي فيه مادتين 15-20 غطاوا السوق نزيدوا نقفلوها. الاحتجاج لم يتوقف عند هيئة الاتحاد الأوروبي فقط، فعدد من السفراء في الجزائر وجهوا مراسلات لوزارة الخارجية بهذا الخصوص، اشتكوا من حجز بضائعهم على مستوى الموانئ، ولم تستبعد مصادرنا أن تستفيد هذه السفرات من إجراءات استثنائية، خاصة ما تعلق بالمواد الاستهلاكية. مصالح الجمارك الجزائرية أكدت أن القيمة المالية التي ادخرتها الحكومة بعد منع هذه المواد بلغت نصف مليار دولار، حيث تشكل نسبة 35% من قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي التي بلغت العام 2016 2.3 مليار دولار وفي العام 2017 1.4 مليار دولار.